ازاي الرئيس عبد الفتاح السيسي غير في ملف تطوير العشوائيات. احنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه تم تاسيسه في 2008، محتاج ان حضرتك تكلمنا عن الفترات 2008 ل 2014 وما بعد 2014 والفرق بينهم. طيب عشان نتكلم يبقى لازم ارقام هي تكون خارج دليل. يبقى نتكلم بالارقام ازاي؟ من 2008 ل 2014 حجم مصروفات صندوق تطوير المناطق العشوائيه 652 مليون جنيه. طيب حجم الصرف من 2008 ل 2014، طب من 2014 لغايه النهارده هنتكلم في 27 مليار جنيه. 27 مليار جنيه؟ هنتكلم في حوالي 30 ضعف. اكتر من 30 ضعف، ولسه كمان احنا هنوصل ل 38 مليار جنيه للغير امن فقط خلال السنه دي، يعني بنكمل المصروفات عشان نوصل ل 38 مليار جنيه ان شاء الله خلال العام ده والربع من العام الجاي، عشان بقيه المشروعات اللي لسه بتختم لسه بمصروفاتها بتتصرف. لما تختم مشروعات ما بتختمش في نفس اليوم، بيبقى بعدها فتره عقبال ما تصرف مشروعات خدمات الناس. طيب فشوف الحجم 652 اللي هنوصل ل 38 مليار، بالاضافه الى القيمه التقديريه لاسعار الاراضي اللي اتعملت عليها المشروعات اللي كانت ممكن الدوله تستثمرها ب 23.5 مليار جنيه. 23.5 مليار جنيه. القيمه التقديريه لاسعار الاراضي اللي اتعملت عليها المشروعات. اذا هنتكلم في 61 مليار جنيه مقابل 652 مليون جنيه. انا بتكلم على تطوير العشوائيات بس اللي هو من ساعه ما انشئ الصندوق. طيب من 2016 خد تكليف من الرئيس. خد التكليف عن 357 منطقه ب 240 الف وحده، الاول 200 الف وحده، ولكن بديناميكيه العمل المناطق اتضافت وعدد لما عملنا الحصر الزياده و و بقى 240 الف وحده. طيب احنا عملنا منهم ايه؟ ال 257 منطقه خلصنا منهم 296 منطقه، وبقى 61 منطقه المشروعات شغالين عليها ان شاء الله تستوعب المناطق دي. طيب الوحدات اللي هي 240 الف وحده اللي هي جوه المناطق دي 175 الف وحده، فاضل 5000 وحده برضه شغالين عليهم لغايه السنه دي ان شاء الله. دي الارقام اللي بتقول دعم القياده السياسيه لقضيه العشوائيات هي نجاح القضيه. طب هل كان يستطيع الصندوق ينجح في قضيه تطوير العشوائيات لولا دعم القياده السياسيه؟ انا اجزم بلا. كنا هنجيب الدعم المادي منين والدعم السياسي والدعم في كل شيء. هنا اذا فالدعم القياده السياسيه لهذه القضيه هو العام بعد توفيق ربنا هو العامل الرئيسي والاساسي في انجاح قضيه تطوير العشوائيات. وده شيء لازم الناس تعترف بيه. لان احنا يعني خلاص احنا قلنا بالارقام. طب الدعم تاني برضو جاي فين؟ لمستقبل القضيه برضو اللي هو ايه؟ الغير مخطط. طبعا توجيهات سياده الرئيس احنا هنقف عند كده ما بنتوقفش عند كده. طب المرحله الجايه ايه؟ غير مخطط ده انا عايز اوضحه للناس، يعني ايه غير مخطط؟ الغير مخطط مناطق تفتقر الى شبكات ميه صرف صحي كهرباء طرق محاور الطرق كمان الاناره الارصفه شبكات الحريق. وطبعا دي مناطق طلعت في غفله من الزمن بعيده عن الاشتراطات بعيده عن التراخيص خارج خطوط التنظيم اللي هو اللي دلوقتي بنحاول اللي هو بنحاول ان احنا نحاربه دلوقتي. فاحنا بنحارب دلوقتي عشان ما يظهرش ده تاني في المستقبل. فاحنا الحمد لله ان شاء الله باللي احنا بنعمله ده ثلاث محاور للقضاء على العشوائيات. اول حاجه الحاجات السريعه اللي بنعملها اللي هي احنا بنبني ونعمل ونسكن الناس. ثاني حاجه اللي هو اللي الدوله التنميه اللي بتعملها الدوله زي بناء الاسكان الاجتماعي. لما يكون مستهدف مليون وحده سكنيه يبقى المواطن هيروح يدور بسعر التكلفه مدعم يعني باقل من التكلفه بياخدها المواطن في الاسكان الاجتماعي ده هيفكر يعمل عشوائيات او يسكن في عشوائيات وعنده ارخص منها منظمه وكامل خدماتها. دي مرحله مهمه جدا. طيب بناء المدن الجديده اللي هي ال 14 مدينه اللي دول العالمين الجديده العاصمه الاسماعيليه الجديده بورسعيد الجديده حتى يقول ايه؟ وايه علاقه ده بالعشوائيات؟ ما هي دي قاطره التنميه العمرانيه اللي الناس تعمل ابجريد لنفسها. انا ساكن في القاهره الجديده اروح العاصمه، انا ساكن مش عارف فين اروح للعالمين، انا ساكن فين اروح لفين، بخلي اماكن مثلا في القاهره الجديده. اما انا بعمل بتاع مدينه نصر مصر كده اعمل ابجريد لنفسي اروح للقاهره الجديده او العاصمه، هفدي مكان للناس العباسيه وعين شمس يعمل ابجريد نفسه. يوم الناس في العشوائيات اللي عايشه كده تعمل ابجريد نفسها في الاماكن دي بيحصل قاطره بتشد لفوق. بالاضافه الى ما المشروعات دي بتجيب فلوس لمين؟ للدوله اللي بتديني منها فلوس
عشان اطور بيها العشوائيات. طب المدى الابعد بقى للقضاء على العشوائيات، احنا قلنا حاجتين كده، المدى السريع المتوسط اللي هو البناء والحاجات دي، المدى البعيد قوي اللي هو اسباب الهجره، اسباب العشوائيه دي الهجره الداخليه. طب انا عشان اقضي على الهجره الداخليه عشان ما يظهرش عشوائيات، ما في اماكن جاذبه واماكن طارده. الاماكن الجاذبه اللي هي ايه؟ القاهره، اسكندريه، بورسعيد، دمياط، الحاجات دي كلها جيزه جاذبه. طارده زي ايه؟ انا منيا، سوهاج، الفيوم، الحاجات دي طارده. طيب اعمل انا ايه؟ طب ما الناس تهاجر عشان البحث عن الرزق، طب نخلق الرزق ليهم هناك اللي هو ايه؟ قرى ذات المنتج الواحد، نشجع قرى ذات المنتج الواحد، بنعمل مناطق صناعيه، الجهاز المشروعات الصغرى ومتناهيه الصغر، بنخلق اماكن صناعيه جديده موجوده في الاقاليم دي عشان الناس ما تدورش على الرزق في مكان تاني، خليك مكانك. فعشان كده دي بقى المدى البعيد هو ايه؟ بنمنع الهجره. انا عايز ارجع تاني للرقم المرصود للغير مخطط كام؟ الغير مخطط لو اتكلمنا بالاحصاءات والحصر بتاع، احنا عندنا حوالي 221 مدينه مساحتها حوالي 417,000 فدان، منهم 152,000 ل 160,000 فدان غير مخطط. حجم القضاء على القضيه دي 318 مليار جنيه. يعني البنى المخالف بيكلف الدوله عشان ترجع تاني تعمله مناطق امنه 318 مليار عشان امده بالشبكات. عشان امده بالشبكات. على فكره احيانا بعض المخالفات ما هيش مخالفه ان انا في مكان مخالف، ممكن بعض المخالفات ان انا ابني ارتفاعات. زي مثلا لان الكثافه السكانيه للبناء معروفه هنا ايه؟ 150 فرد على الفدان. فانت بتعمل ارتفاعات زياده عن الحد وكثافه زياده عن الحد بتوصل 500 فرد على الفدان. هل الشبكات الموجوده في المنطقه اصلا تستوعب هذه الكثافه؟ لا تستوعب. اذا فانا بضطر اعمل شبكات جديده عشان استوعب هذه الكثافه كمان. فاحنا بنحاول نحل اخطاء بمليارات عشان ما نسموش ده بيهدوا كل ناس وبيطفوا. هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. لا، اخطاء المخالفات اللي بتكلف الدوله مليارات، وعلى قدر المستطاع بنحاول نحل عشان الناس ما تخرجش من مكانها، على قدر المستطاع بنحاول نحل ونحل بمليارات عشان الناس ما تخرجش من مكانها، بنحاول نحل. فان شاء الله باذن الله ودي رؤيه 2030، وان شاء الله على 2030 احنا حاطين خطه لنفسنا، الخطه دي مدروسه صح. انا عايز اتكلم عن خطه 2030، من 2020 ل 2030 صندوق تطوير المناطق العشوائيه هيعمل ايه؟ والتارجت بتاعه ايه؟ التارجت بتاعنا هو القضاء على الغير مخطط والاسواق العشوائيه. طيب الغير مخطط 318 مليار جنيه، الاسواق العشوائيه 44 مليار جنيه. طيب حاطين خطه، حاطين خطه، هل حاطين خطه بنقول 10% كل سنه او 10 سنوات؟ لا. احنا حاطين خطه ان احنا السنه الاولانيه 3%، السنه الثانيه 3%، 3% 7%. ليه بقى الكلام ده؟ عشان انا بحاول استفيد من اللي بتعمله الدوله في المشروعات الجديده بتستقطب الناس وتخف جزء من الكثافات السكانيه الداخليه دي، عشان اقدر اشتغل جوه في مناطق خلاص كده، اقدر افرغ المدن، اقدر افرغ المحاور اللي انا هشتغل عليها، اقدر استغل محاور الطرق اللي الدوله بتعملها علشان اشتغل استفيد بيها بربطها على الشبكات اللي عاملها جوه المناطق العشوائيه. اقدر ان انا اعمل ما بعمل مشروعات دي انا بعمل فيها شغل بيجيب لي استثمارات في مناطق، باخد منها مناطق بعمل فيها شغل يجيب لي استثمارات عشان اصرف بقى على كده. فعقبال ما تجيب لي فلوس هكون مره كام سنه، فانا هسيب التقل ورا وابدا اشتغل في الاماكن هي الاكثر احتياجا الاول، اللي هي عواصم المحافظات اللي هي اكثر قدرا وقديمه ومحتاجه شغل فيها اكتر، واقدر في نفس الوقت الدوله محمله باعباء ومشروعات ميجا كبيره اقدر اخفف انا عنهم شويه، غير ان انا لكن خطتي على 10 سنوات هنفذها ابدا ب 3% اللي هي ب 15% في السنه، عشان كده ابدا اقدر اخش عليها واقدر استفيد من الترميع اللي بتعملها الدوله في مشروعات كده تقلل عليها تكاليف بعد كده، واقدر استفيد من المشروعات اللي انا هتجيب لي دخل بعد كده عشان اصرف على القضيه. مش وان واي بس ان انا اصرف، لا، لازم اعمل حاجه دي فلوس للبلد. فلوس للبلد منين؟ من المشروعات اللي بعملها نفسها. امتى مصر هتوصل لصفر مناطق عشوائيه؟